في إحصائية تعكس إقبال الجمهور على المرافق البيئية، كشفت هيئة البيئة والمحمية الطبيعية بالشارقة عن عدد زائري مراكزها خلال عام 2020. قرابة 350 ألف زائر هو عدد زوار مرافق هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة خلال العام الماضي 2020، رغم إغلاق دام لعدة أشهر خلال جائحة كوفيد-19، حيث استقبل مركز واسط للأراضي الرطبة أكثر من 15,200 زائر اطلعوا خلال زيارتهم على ما يحويه المركز من بيئة مثالية جاذبة للطيور، بينما توافد ما يزيد على 114,000 زائر على مركز حيوانات شبه الجزيرة العربية الذي استحوذ على النصيب الأعلى من عدد زوار مرافق الهيئة. وإلى جانبه، حيث تقع مزرعة الأطفال، تم استقبال قرابة 83,100 زائر. أما متحف التاريخ الطبيعي والنباتي فقد استقطب من الجمهور ما يزيد على 73,000 زائر من مختلف الفئات. هذا واستقبل مركز كلبا للطيور الجارحة في الساحل الشرقي 6,538 زائرا لمشاهدة أنواع مختلفة من الطيور كالصقور والنسور. وفي المنطقة الشرقية أيضا يأتي مركز الحفية لصون البيئة الجبلية الذي استقبل أكثر من 9,000 زائر. بدورها استقبلت حديقة بحيص الجيولوجية الواقعة في المنطقة الوسطى قرابة 6,300 زائر تعرفوا خلال زيارتهم على ما تقدمه من آثار تحكي التاريخ الجيولوجي للمنطقة الذي يعود لآلاف السنين. أما مركز الذيد للحياة الفطرية فقد استقبل نحو 1,500 زائر يتعرفون على مكونات تعكس التنوع الحيوي والحياة الفطرية في المنطقة. من جانبها، زار الحديقة الإسلامية قرابة 40,000 من الجمهور للتعرف على ما تحويه من النباتات المذكورة في القرآن والسنة. هيئة البيئة والمحميات الطبيعية ومن خلال مرافقها المتنوعة تؤكد أهمية الحفاظ على المكونات الطبيعية والحياة الفطرية، بل وتعزز الحركة السياحية في إمارة الشارقة والإمارات.